شخصية درامية بامتياز، موهوب لكن محترف في إهدار الفرص. في عيون بعض الناس ظالم، وفي عيون بعضهم مظلوم. بيطلع كتير على المسرح لكن مش بموهبته. حسام حبيب على المسرح. بتحب المسرح؟ أكيد بقى، يعني هو طبعاً ليه رهبة ويخوف. عايز أقولك إن أول مرة طلعت على المسرح دي كانت حفلة برايفت، كنت لسه هعمل أول ألبوم ومفروض هطلع قدام ناس تلات أرباعهم أنا عارفهم. يعني عايز أقولك إن أنا طالع الدخت وصحابي يعني طلع على المسرح مزقوق، بس أول ما أحمد بيطلع على المسرح بجد بيحصل له حاجة غريبة جداً. إيه بقى؟ بيبتدي يكومينيكيت مع الناس بطريقة تانية خالص. وكنت فاكر زمان ان كل ما العدد يكبر كل ما القلق يكتر، بالعكس كل ما العدد يكبر كل ما بتحسي انه انت ارتحتي اكتر وبتكوميونيكيتي، يعني بيحصل بينك وبين الناس كده فايب غريبه كده ما بتحصلش غير على المسرح، يعني ما بتحصلش في الاستوديو، ما بتحصلش في اي حته غير على المسرح. بتاخدي الرياكشن بتاعهم كده في ساعتها. فاكر اول لحظه ليك على المسرح غيرت فيك ايه؟ كسرت فيا الخجل الرهيب ده، يعني خلتني بعرف اواجه. يعني انا زمان مثلا في الطبيعي كنت اتكسف مثلا اتكلم اعمل اوردر من التليفون، اتكسف اخش محل واقول حد مثلا دي بكام، كنت رهيب. يعني اقول مثلا امي تكلمني، صحابي كان عندي واحد صاحبي هو ده المخصوص حتى في الفصل، كان سبب عندنا مثلا في المدرسه نقوم نقرا ريدنج، المدرسين بتوع عارفين ان انا لا يمكن هم اقف اقرا دي، فعندي واحد صاحبي بيقوم يوم الدورين وكل المدرسين عارفين. لا كان عندي الموضوع خجل مرضي مش عادي، اتعالجت منه من وقوف على المسرح. اتغير حاجات كتير قوي في شخصيتي، بقيت بحب المواجهه، ببقى الرياكشن السلبي ما بيزعلنيش، بالعكس بيديني يعني تحدي انه انا ازاي اقلب الرياكشن السلبي ده اللي لسه حد مديهولي ارجعه له ايجابي، ولو هو متضايق مني في حاجه انا عملتها ازاي اخليه يتبسط مني. دي الاقنعه اللي المسرح علمك تلبسها؟ هي اكتر من هي قناعة، او طبعا قناعة، لانه يعني في حاجات مثلا تعرضت لها. كان في مثلا كان يوم عندي فرح وحد قريب مني جدا توفى قبل الفرح، كنت معدي عليه بالصدفه، توفى قدامي قبل الفرح بنص ساعه، وانا والفرح ده بقى اهم بكتير. مثلا الحفله في ناس جايين لك، هم اللي جايين لك فهيكفلوا لك اي حاجه، انما الفرح ده يوم في العمر وانت لازم تروحي، الناس دي شغلتك انك تروحي تنترتيني الناس دي تبسطيهم. فالكونفليكت اللي كان جوايا من زعل ان انا دلوقتي رايح البس قناع واحد فرحان. كان صديق ولا قريب؟ لكن قريب، كان قريب وكان زي اب بالنسبه لي. والصدفه ان انا عشان هو كان جنب التالي اللي كان فيه فرح رحت اعدي عليه بالصدفه وحصل كده. فهو قناع مش مزيف، بس انت بتفكري فيه ان انت رايحه شغلتي تو انترتين الناس اللي رايح لها، ان انا هبسطهم، ده يوم في عمرهم. ففعلا لما لبست القناع انا صدقته بعد كده، واول ما خلص الفرح رجعت تاني، وانا خارج رجعت لحزني ولعياطي وان انا مش مصدق. بس الفصل اللي بكلمك عنها وانت على المسرح دي بتعيشك في بابل او في دنيا تانية. لو حياتك مسرحيه وفيها فصل تقدر تلغيه او تعيد كتابته، هيكون اي فصل؟ الفصل اللي حصل لي ممكن طبعا انت عارفه كل الناس عندها نوع من انواع الامراض النفسيه، ما تبقاش عارفه هو ليه بيحصل لي كده. يعني مثلا الخجل ده ما كنتش عارف هو ليه بيحصل لي. حاجات كتير كان ساعات بيجي لي بيسموه وسواس قهري، بانيك اتاكس مثلا، ودي جات لي بعد يعني بعد ما حصلت لي احداث في حياتي مثلا في اوائل العشرينات من عمري، ما كنتش عارف ليه. فلما اوائل العشرينات ده صغير قوي كمان، بس بدأ يعني بدري. دايما العلم بيقولوا ودول دكاتره فهموها لي، يعني انه البني ادم من سن صفر لحد ال 14 بيبقى عنده ذاكره معينه، ومن 14 لبقيت عمره بيبقى عنده ذاكره ثانيه بيسموها الفصل والوصل. فاعتقد لو هلجي الفتره اللي اتكونت فيها مشاكلي وعيوبي، انا مش عارف هي امتى بالظبط، بس الحاجه اللي اثرت عليا في مستقبلي عامه في شخصيتي كبني ادم هي دي اللي انا احب كنت ارجع اعيدها تاني عشان ما تاثرش على اللي جاي. عرفتها ايه الحاجه؟ اي ثينك انه كان مشاكل بين اهلي وأنا، انفصال الأب والأم بالظبط عادة بيأثر، وعادة تأثيره بيبقى كبير وبيبقى صعب. أثر فيا خلاني
عندي حاجة اسمها fear of separation، ما بحبش أبدا حتى في مكاني حاجة تتفصل عني أو تغيب عني. فده خلاني دايما عايش في رعب، عارفة يقولك اللي بيخاف من عفريت يطلع له، خلاني عايش في رعب إنه أنا حتى لو عندي مثلا عربية وجيت أبيعها أبقى زعلان جدا، حتى لو جايب عربية أحلى. لو بغير بيت لبيت كارثة، أنا ارتبطت بالبيت ده وبالسرير ده. فهو عمل لي fear of separation من أي حاجة أنا بحبها، خوف من الانفصال من أي حاجة أنا بحبها. فده خلاني يمكن بعمل على اللي قدامي يعني، أو بأمن على الحاجة بتاعتي خوف زيادة بيخليني ستريسد، في الآخر ما بوصلش للنتيجة اللي أنا عايزها، أو ببقى عايش حياة خيالية إنه الحياة لا إحنا مش هننفصل، لا إحنا هنكمل كأصحاب حتى. لا صاحبي ده هيكمل معايا بقية العمر. يحصل موقف إن صاحبي ده وممكن تبقى موقف مش كبير، الدنيا أخدته، سافر يشتغل، خلاص بعيدنا عن بعض. في الأول ببقى زعلان جدا، بعد كده فهمت إن خلاص الواقع بيقول كده، البني آدم أصلا عمره بيخلص مش عارف هيخلص إمتى. ومن رحمة ربنا علينا إنه ما عرفناش اليوم ده هيجي إمتى، لأنه حتى لو قال لي هيجي بعد 150 سنة هفضل قاعد 150 سنة شايل هم اليوم ده، هتبقى بتعد الأيام ومستنيه. بالظبط كده، بالظبط كده. ف يعني لا أكيد أكيد حاجة صعبة جدا بني آدم يبقى قاعد بيدور على البرفكشن، بيدور على المثالية. عارف إنه أحيانا بيقال إنه من كتر ما أنت خايف فعلا من شيء أنت مش بس بتجذبه وبتخليه يحصل، أنت أحيانا بتحقق السيناريو اللي يحققه ويخليه يحصل وأنت مش منتبه. ما هو تفائلوا بالخير تجدوه. اللي بيفكر إنه ما يعيش معاناته يعني خايف منها قوي بيجذبها أسرع في رأيي، وما بيعرفش يتصرف معاها. يعني من كتر ما هو خايف منها ما بيعرفش يتصرف معاها. طب بتتصالح معاها إزاي؟ بالرضا. اتعلمت أنا مرة كان في حد صاحبنا قالها هلعبكوا لعبة كده، هسألكوا سؤال كل واحد، كنا مجموعة قاعدين، هسألكوا سؤال كل واحد يفكر في السؤال من غير ما يفكر لحظة. فسأل ناس كتير قاعدين جنبي، مش ناس كتير، أي كنت 3 4 يعني، إيه الحاجة اللي لو حصلت لك في الحياة تبقى أصعب من في الدنيا؟ في اللي قال عيالي يبقوا كويسين، أهلي ما يحصلهمش حاجة، شغلي يبقى كذا. فجاء عندي أنا فجأة كده سبونتينس وما فكرتش فيها، قلت له الرضا. راح قايم قال لي أنت ليه قلت الرضا؟ قلت له عشان في كسر من الثانية فكرت إن البني آدم الراضي مهما تعرض من ظروف أو مرض أو حتى الحاجات الحلوة ما تضروش، هيبقى الرضا كنز بالنسبة له. ما كنتش بتحب تروح المدرسة بسبب الخجل؟ طبعاً، مع إني كنت بحب صحابي جداً. بس فعلاً ما كنتش بحب أروح المدرسة بسبب الخجل، حتى لو حاجة مالهاش علاقة بالمدرسة. يعني لو حصل لي حاجة مثلاً قبلها بيوم ضايقتني جداً أو وترتني أبقى مش عايز أروح، يشوفوني متوتر. مثلاً ما عملتش واجب غصب عني، حصل حاجة، أخاف المدرس يكلمني بطريقة وحشة مثلاً قدام الناس. بس عندي حاجة تانية قدامها بحبها جداً، لما بغلط بحب العقاب. ليه بقى؟ عشان حاجتين. أول حاجة أنا بكره الكذب، وتعودت إني أروح أقول مثلاً لأمي بالذات، ماما أنا عملت المصيبة الفلانية. أول حاجة بحس إن أنا شجاع، محدش كسر عيني. يعني أنا قليل قوي لما كذبت على أهلي مثلاً في حاجات اللي هو حاسس إن هتزعلهم هم لو عرفوها. فلو حصل ده ما بعرفش أبص لها في عينيها، بكلمها وأنا عامل كده، وأنا بكره الإحساس ده، بكرهه. فطبعاً ده كان بيخليني كتير ما بحبش اروح المدرسه، وكتير وفعلا انا فعلا شخص مثلا من اعدادي ثانوي غبت كميه غياب عن المدرسه، لان ده كان البيك بتاع المواقف الوحشه اللي حصلت لي في حياتي. فكنت بهرب منها كده. بس بعد كده حبيت العقاب زي ما بقول لك، لانه الجزء الاولاني قلته لك، الجزء الثاني بقى ان ضميري بيرتاح، بحس ان انا ايه عرفت اللي قدامي الغلطه، واكيد ربنا عارفها بس عرفتها له، لان برضه اتعلمت انه احاول على قد ما اقدر ما ادخلش بيني وبين ربنا طرف ثالث. يعني بحس ان ربنا بعادله لو انا مثلا، دي تخيلات يعني، ان لو انا قلت له انا غلطت الغلطه دي تخصني سامحني، ربنا قال ان الله يغفر الذنوب جميعا. لكن لو مثلا غلطت في حق منى وهي ما تعرفش، لو رحت قلت له ربنا سامحني اكيد ربنا هيقول لي اوكي، بس لازم منى اللي تسامح، فهضطر اروح لمنى اقول لها منى انا غلطت فيكي كذا كذا. فابتديت اواجه، ابتديت اواجه، وابتديت اقول لا العقاب احسن من ان انا اتعاقب في الاخره، او العقاب احسن من ان انا اعيش عيني مكسوره. ساعات العقاب بيريح؟ طبعا. انت عانيت مع جلد الذات؟ بص في فتره من عمري كنت ساعات البني ادم من كتر ما بيجلد ذاته بيحس بعد كده فيها بمتعه، يعني بيسموها بيبقى فيكتمايز، بيبقى ايه، هو بيستمتع بان هو مظلوم علشان خاطر يبرر افعاله او اخطائه فيحس يريح نفسه. بس انا في رايي دي طريقه فيك مش حقيقيه. لا انا اقول ارتاح للعقاب الحقيقي اللي هو ابقى خلاص خدت
عقابي وواجهته، وده ممكن يساعدني اني ما اكررش غلطه تاني. وقد ايه العقاب ده ريحك من جلد الذات اللي انت بتعمله لنفسك اللي هو اكبر من اي عذاب تاني؟ جلد الذات هو اللي جاب لي كل امراضي النفسيه، جاب لي البانيك اتاكس، وجاب لي انا على طول مش مرتاح، وعلى طول بحس دايما ان كل حاجه برجعها. يعني مثلا لو كنت مثلا، ده من وانا صغير على فكره، لو كنت مثلا بحب واحده واتخانقنا وهي مثلا غلطت فيها اكتر، الحقيقه بتقول هي غلطت فيها اكتر، انا اقعد ادور، ما ببصش في اخطائها هي بقى، اقعد ابص طب انا ممكن اكون عملت حاجه وصلتها ان هي تعمل فيا كده، علشان انا بحس ان لما اكون انا اللي غلطان، وده احساس خطا طبعا، انه بطلع لها عذر. لان ساعات لو مفيش عذر الواقع بيقول لك ان العلاقه لازم تنتهي. لو مفيش عذر ممكن تجلدها بشده عشان الاقي العذر، زي تعاملك مع ذاتك بالظبط. طبعا، لان لازم انا بقول لك بالمنطق، لو العلاقه دي ماشيه فيها مشاكل كتير قوي بس انا بحب اللي قدامي جدا، انا دايما اكتشفت ان انا بفكر بقلبي مش بعقلي. بس على فكره هو اخطر بني ادم بيفكر بقلبه مش بعقله. طيب. على قد ما هي حاجه حلوه، البني ادم بيسامح كتير جدا، ممكن لو 1000 مره، بس لو جه في 1001 قال لا، بتبقى من قلبه. العقل تبقى لا بجد، العقل ممكن يتسيطر عليه. فالبني ادم ياخد قرار من قلبه، ممكن يجي متاخر، بس لو جه ما بيقولش، ما بيبقاش في تغيير. ما حدش عارف ينصحك تغيري مشاعرك، بس ممكن ينصحك تغيري افكارك. فعلى قد ما هي حاجه حلوه ان البني ادم يكون بيفكر بقلبه، على قد ما هي حاجه صعبه جدا برضه، يعني بيتعب هو شخصيا جدا، بيحكم على كل حاجه بالمشاعر مش بالعقل. لان ساعات العقل يقول هنا لازم البعد احسن كتير من القرب. وساعات الاثنين ما بيبقاش فيهم راحه. طبعا انا عندي اغنيه اسمها زيت بتقول لك ساعات القرب ممكن يبقى اسباب الفراق، نوع من الغباء. بيبقى العقل رافض ان العلاقه دي ممكن تخلص، او ممكن يبعد عن الحاجه اللي بيحبها دي، فبيبتدي يدور يجلد ذاته عشان يطلع عذر اللي قدامه عشان العلاقه دي تستمر. وفي الاخر بتغرقه. صدمة الانفصال طبعاً. وانت طفل خلتك عندك خوف من كل انواع الانفصال طبعا، يعني وعندك تعلق زايد جدا بالناس اللي بتحبهم لانك خايف من سيناريو الانفصال بالظبط. ففي صداقاتك، في كل حاجه، بقول لك حتى يعني انفصال كمان بيحمل، خصوصا لو ولد، بيحمل الطفل مسؤوليه. يعني مثلا انا لما عشت مع امي وكان عندي 14 سنه، انا خلاص ابتديت ابقى راجل كبير وانا عندي 14 سنه. مع اني تخيلت ان انت هتكون مثلا دلوعه مامتك. لا بصي، هو الاثنين، او ابن مامتك. امي على انا بحب امي، امي بالنسبه لي يعني ربنا يديها صحه وطول العمر يا رب. بجد كانت نوع من انواع مرضي برضه، يعني ان انا طول الوقت بفكر وبقول ربنا لا انا مش هستحمل ان يحصل لها حاجه، انا عايز ابقى قبلها يعني باي طريقه. بعدين لقيت ان هي ما بتمشيش كده، بتمشي زي ما قلت لك بالرضا. خلاص لازم تعيشي في الواقع، ما تعيشيش في البابل بتاعت لا اكيد هي مش هيحصل لها حاجه، انا اكيد ربنا هيسمع كلامي ياخدني، لا 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 مش هيحصل. اي ثينك انه طبعا الدعاء يرد القدر، بس الدعاء بطريقه ايجابيه. يعني ما ينفعش اقول له ربنا اقرر له اعمل ده قبل ده او اعمل ده قبل ده، ممكن اطلبها بس مش صح. ومع فراق ناس بحبهم، مثلا انا يعني جدتي مثلا، امي كانت بالنسبه لي زي امي واكتر. لما توفت، عايز اقول لك، احكي لك موقف غريب جدا. مثلا انا كنت قبلها بسنتين، انا كنت مرتبط بيها جدا، ابتديت ما اروحلهاش خالص. ليه؟ في السب كونشس مايند، يعني في عقلي الباطن، كنت بجهز نفسي ليوم الفراق ده. كانت كبرت وكنت حاسس ان ده هيحصل قريب، فابتديت ما اروحلهاش. حتى يوم موتها كلهم شافوها، كلهم، انا ما رضيتش ابدا. حتى ساعه الدفنه، انا وقفت بعيد بعربيتي بعيد خالص. فجاه يا منى، والله العظيم زي ما بقول لك، وكان كل احفادها اللي هم تقريبا قدي كلهم ولاد، انا نزلت اتمشى مع العربيه من الزهق وبعيط طبعا ومش مصدق اللي حصل. لقيت حد، ولاد خالاتي كلهم بيندهوا عليا من بعيد، حسام حسام حسام. فرحت سبونتينيس، رحت وانا مش بفكر ايه اللي هيحصل. هي كان في عندها 2 فيفورت في العيله، احساسي يعني، انت ومين؟ ماي كازن تاني اسمه باسل. ده اللي كان عايش معاها لحد ما توفت.
فجأة لقيتهم بيروحوا حسام، حسام تعالى، وأنا رايح مش فاهم، أنا مش مركز أنا بعمل إيه. لقيته بيقول تعالى عشان تشيل جدتك أنت في الآخر، أنا اللي شلتها ونزلت في حتة أنا كنت لا يمكن أتخيل ممكن أعملها، ما أعرفش ليه، بس هو لا فديت. احس ان لا انت لازم تعيش الواقع، هي اراده ربنا حطتك في الموقف اللي انت تجنبته كل الاشكال. لا وانتوا ليه تندهولي؟ ما انتوا ولاد وكتير ممكن تعملوا كده، ليه تندهولي انا ليه؟ فحسيت ان ربنا بيديني درس ان انت مش هينفع تهرب من اوجاعك، انت لازم تشوفها ولازم تواجهها ولازم ترضى. اول مره رحت لطبيب نفسي كان عندك كام سنه؟ كنت صغير، من بعد موضوع الانفصال ده مثلا بسنه سنتين، اما ابتديت احس ان انا لا سلوكي والاتيتيود بتاعي اختلف، بقيت طفل اجريسيف، زعلي بقى سريع، غضبان على طول، بيجي لي بانيك اتاكس، مش فاهمه في السن ده مش عارف يعني ايه بانيك اتاكس، وخايف من الموت. فعرفتها يعني لما ابتديت اروح الدكاتره ابتديت افهم انه علاقاتنا مع كل حاجه شبه، يعني اتسالت سؤال مثلا انت ايه علاقتك بباباك؟ ابويا شخص بحبه جدا طبعا وبكنني كل الاحترام، بس انا لما حصل الانفصال انا عشت مع امي، وابويا كان راجل طف، فكنت شويه بخاف منه. فسالتني انت ايه علاقتك بابوك؟ قلت لها بحبه جدا بس بخاف منه. فقالت لي طب وخوفك منه ده بيخليك تعمل ايه؟ قلت لها بصراحه يعني لما بروح اشوف ببقى نفسي اشوفه ونفسي اطمن عليه، بس حامل هم ان انا لو شفته ممكن يحصل خناقه بسبب اي حاجه يعني مش متوقعه، هتضايق منه، هخاف منه، فانا بحاول اتجنب الكلاش ده. قالت لي طب وايه علاقتك بربنا؟ قلت لها انا بحب نفس العلاقه، بحب ربنا جدا 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 ودايما في دماغي، بس حاجه غريبه جدا ما بصليش. قالت لي انت بتهرب من مواجهته، نفس الحكايه ان انت لما خايف تبقى مزعله فيبقى غضبان، فاقف قدامه واقول له بالظبط هقول له ايه بقى ساعتها، فبحاول اتفادى الاتصال المباشر مع ربنا وانا واقف بكلمه. بس لقيت ان ده طبعا غلط، لانه عارفه الاتصال المباشر بيعلمك المواجهه والفضفضه زي ما قلت لك والاعتراف، وبيحطك في حته مع نفسك، بيحطك كمان كانك واقف قدام المرايه مع نفسك حقيقي، طبعا شايف نفسك بجد، طبعا شايف عيوبك، شايف مشاكلك، شايف اخطائك، شايف رغباتك، طبعا. بينما الهروب، الهروب في نوع من انواع الكذب على فكره، انت بتكذب على نفسك طبعًا. انت اكيد عارف اللي جوه نفسك ان ربنا شايف عيوبك، مش محتاج انك يعني هي الصلاه بالنسبه لي تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، هو ديسيبلين يعني هو التزام، يعني انا كل شويه هقف قدام ربنا فده هيقلل اخطائك، لكن اتصالك بربنا موجود طول الوقت، هو شايفك طول الوقت، فانت مش محتاج تكذب على نفسك وتقول انا ههرب من الصلاه عشان ربنا ما يشوفنيش مثلا، او ما اقفش اقول له انا عملت كذا وكذا، ما هو اوريدي عارف كده، اوريدي فاهم كده. فلا لقيت انه لا بالعكس الدينايل او الاحساس انك تتجاهلي حاجه حقيقيه في حياتك وتهربي منها ده مش بس جبن او لا لا لا، هو بيحملك اعباء اكتر. عارفه لما تكوني انت عماله مثلا عندك واجبات فسبتي واحد ورا الثاني ورا الثالث فلقيتي بقى عندك 20 واجب وبقى عندي مشكله اكبر بكتير، لكن انا كنت واجهت اول باول وخلصت من المشكله مشكله اول باول، التراكمات دي مش هتبقى موجوده، يعني امراضك النفسيه ما تكبرش قوي، تحاولي تتخلصي منها واحده واحده. مفيش حد طبعا بيخف كومبليتلي من الامراض النفسيه، بس بيعرف يتعامل معاها، والتعامل معاها بالقبول والرضا بالظبط زي ما انت قلتي بالظبط، وانه يفهم ويعترف ان انا مريض في دي، انا عندي مشكله في الحكايه دي. في رايي ده 60 او 70% من العلاج، ان البني ادم يبتدي يوعى انه لا. انا مثلا جت لي فتره كنت بحب النوم جدا، فاتقال لي حسام انت بتنام كتير قوي، فقلت له ايوه انا بحب النوم، ايه المشكله؟ هروب. انت عندك اكتئاب. انا كنت عارف ان ايه اكتئاب؟ ايه يا جماعه الهبل ده؟ اكيد لا، انا بحب النوم وده احساسي فعلا. لما برتاح. لما قريت بقى، لما رحت الدكتوره شاطره جدا، لما قالت لي مثلا سيمبتومز بعد معرض معين، قالت لي انت نقي كام معرض عرض من الاعراض دي عندك، فبصيت في الاعراض وضحكت، هم كانوا 40 عرض، 40 او رقم يعني كده مولو بس اي رقم يعني. فقلت لها عندي ال 40 واثنين فوقيهم زياده، وقعدت اضحك. اول حاجه اطمنت انه دي حاجه متشخصه، يعني في ناس كتير غيري عندهم نفس المشاكل، دي مش حاجه تخصني لوحدي بالظبط، وان دي حاجه ممكن تتعالج زي دور البرد مثلا، او ممكن اشتغل عليها فتبقى احسن. تعتبر نفسك محظوظ
إنك رحت لدكتور نفساني بدري شوية وبقى عندك وعي بنفسك ومشاكلك بدري شوية، فبقى عندك القدرة إن أنت تغير حاجات في حياتك وفي شخصك؟ لا هضحك، مش هضحك عليك وأقول لك كده. هقول لك ليه؟ أنا رحت لدكاترة كتير، كنت دايماً بحس إن أنا أذكى من الدكتور بتاعي. يعني إيه؟ بروح أنا بيع له الحكاية. يعني أنا رايح له مش عشان أتعالج، أنا رايح له مثلاً وفي مخي إنه إيه، أنا عايز مثلاً أوصل أهلي عاملني بطريقة معينة، أو عايز أحس إحساس ضحية. فروح أقول له أنا حصل فيا ومش عارف إيه وبتاع. لما كبرت شوية، وكان لسه قريب على فكرة بتكلم مع دكتور شاطر جداً برضه، قال لي صلي. ليه؟ قال لي صلي، اعملها حتى لو أنت لسه مش مقتنع، صلي. فلما ابتديت أصلي حسيت إن أنا عامل الواجب اللي عليا، فمبقتش خايف من لقاء ربنا أصلاً. يعني بالعكس أنا عايزه، حبه. كل ما مسافة الخوف بتقل بينك وبين والدك بتقل بينك وبين ربنا. طبعاً كل حاجة تحس إن هي مفوتها. كل ما مساحة التسامح بتزيد بينك وبين والدك، كل ما شعورك بالتسامح من ربنا ليك بيزيد. طبعاً يعني أحكي لك، يعني علم النفس بيقول كده. طبعاً أنا طفل، كان لسه ساعة الانفصال، فأنا جوه نفسي بقرر أنا هعيش مع أبوي ولا هعيش مع أمي. فمرة كان بيعاقبني قال لي خش أوضتك. فجي في دماغي أسأله سؤال، طب أنا لو ما دخلتش أوضتي وما سمعتش كلامك إيه اللي هيحصل؟ إيه اللي هيحصل؟ كان رده عليا، مش هقول طبعاً، قاسي جداً. قال لي عايز تعرف؟ آه. كان رده عليا قاسي جداً. هو راح قعد مع واحد صاحبه، بعد ما ده حصل خلاص أنا قررت إن أنا هعيش مع أمي. فواحد صاحبه قعد معاه، هو اللي حكي لي القصة على فكرة. فبيقول أنا متضايق قوي، ابني سألني كذا 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 وأنا كنت قاسي جداً معاه. قال له يا زكي، أنت عارف السؤال ده عميق جداً، أنت عارف هو بيسألك إيه؟ إيه أوحش حاجة ممكن أتعرض ليها لو أنا عشت معاك؟ هو في خياله إن أوحش حاجة أنت هتقول له أعمل دي ولا لا مش هعملها. فهو عايز يشوف آخر الموضوع إيه، فأنت وريته آخره. عشان كده هو قرر ما يقعدش معاك. فأنت خسرت حاجة كبيرة جداً عشان ما فكرتش في الموضوع بعمق، خدته من إنه وهو بيتمرد عليك بقى وبيقول لك أنا ما سمعتش كلامك هتعمل فيه إيه؟ ده ممكن يبقى معناه إن هو بالفعل ما كانش جدير بانك تعيش معاه. هو لا، ما اقدرش اقول ما كانش جدير، كان افضل ليك ان انت تعيش مع والدك. دي اقدار ربنا طبعا. طبعا اكيد. انا عشت مع امي طبعا، علمتني كتير جدا. ان اولا اتولد عندي نوع من انواع حب واحترام الست بجد، بقى لها معنى كبير في حياتي، مش بس عشان هي امي، لا عشان شفت الست ساعات في مواقف بتبقى زي ما بيقولوا كده ب 100 راجل. يعني امي كانت ست مرفهه جدا في حياتها، وحياتها ما كانتش، كانت عايشه في بيت اهلها عيشه مفيش اي مسؤوليات ومرفهه جدا فعلا. لما شارت المسؤوليه واجهت موقف زي ده، شفت وحش بيتحول، ما كانتش بس هي بتشتغل، لا شفت وحش بيتحول الى اب وام، وبقى فيها على قد ما فيها حنيه ودلع على قد ما فيها ديسيبلين. يعني انا عايز اقول لك امي حنينه عليا جدا زي ما انت قلتي ودلعتني جدا، بس في نفس الوقت انا لازم الساعه 9 اكون في سريري، في حاجات كده ما فيهاش تهريج. فهي كانت الاثنين. فشفت قد ايه ست كيبل، قادره ازاي ست تقدر تقوم بالدورين فعلا لو اتزنقت. الراجل لا، اول مره قلت لوالدك انك عايز تغني قال لك طب غني كده، غنيت قال لك انت اخنف. ومش كده، هو قال لي هو قال لي ايه، انا كنت بقول له انا نفسي اغني، فقال لي يا ابني غني انت اخنف. أول مرة قلت لوالدك إنك عايز تغني قال لك طب غني كده، غنيت قال لك أنت أخنف. ومش كده، هو قال لي هو قال لي إيه، أنا كنت بقول له أنا نفسي أغني، فقال لي يا ابني غني أنت أخنف. هو كان بيهزر، يعني أبوي دايما خفيف جدا. كان بيهزر ولا كان بجد؟ لا كان بيهزر. هو بياخد الحاجات بتهريج يعني. بس هقول لك موقف قدامها برضه رفع معنوياتي جدا وخلق عندي تشالنج. لما لقاني بكبر ولسه متمسك بموضوع، يعني هو عايز يقول لي مزيكة إيه فعايز اقول اي حاجه تراني الموضوع يا ابني. فلما الاقيه متمسك قوي بالموضوع قال اخلص الموضوع عشان اخلص منه، قال لي بقول لك ايه، يتكلف كام الالبوم ده؟ فقلت له اكس. قال لي طب انا هاجي اقعد معاك انت واصحابك. كنت ساعتها انا وكريم ابو زيد واشرف ابو زيد الله يرحمه ملحن، واحمد ابو زيد كاتب والشاعر، اولاد طبعا كاتب كريم محمود ابو زيد،
كنا عاملين كده زي باند صغير وقاعدين ايه مش باند بنلعب في اماكن ان احنا نفسنا نعمل باند يبقى بنغني زي مثلا باكس بويز بتحاولوا تكونوا باند فقالين هاجي اقعد معاكم واسمع انتوا بتعملوا ايه فقبليها قال لي خلاص اكس اعتبر نفسي عملته لك فانا كنت اوزاري اكسايتد يا جماعه ابويا جاي النهارده يسمعنا وخلاص احنا هنعمل البوم هو هيدفع كل حاجه فراح قعد معايا سما واحنا نازلين في العربيه بص لي كده قال لي على فكره انا مش هعمل لك حاجه فانا ليه انت وعدتني وجاي انهيار انت ليه بتعمل فيها كده وليه بعد ما تعشمني تقول لي لا قال لي عارف انا جاي وفاكرك عيل صغير عنده حاجه نفسه يحققها فحققها له اخلص لما جيت لقيتك موهوب بجد عارف ان انا عملت لك البوم هيتقال عنك ايه الولد اللي ابوه انتج له روح ابدا حياتك لوحدك انت ذكي كفايه تعرف ازاي تبدا طبعا الكلام ساعتها كان محبط جدا بالنسبه لي وافتكرت بيقول لي كلام بس فعلا لما عملت كده وابتديت فعلا اتعب لفيت على شركات الانتاج يا خرابي شركات وملحنين وحياه مش شبهي خالص وانا عندي مشكله في حياتي ما بعرفش اكمبرومايز ما بعرفش اتنازل لحاجه ابدا ابدا يعني عندي حاجات كده اتعلمتها بيسموها ديل بريكر اللي هو انت لو قلت لي الشرط ده انتهى الموضوع بيني وبينك مش هفكر حتى لو انا مش هحقق حلمي فدول صعبين قوي مع بعض بس لا لقيت ان انا لازم اروح الحياه دي ولازم اتعلمها من تحت خالص عشان لما اكبر فيها ابقى عارف المشاكل ممكن تجي لي منين وازاي هتعامل معاها وباخدت اكسبيرينس كبيره خبره كبيره في وقت قصير فهو كان صح ولا انا اعتقد لو كان اتعامل الموضوع بالنسبه لي بالسهوله دي كنت اي لوز انترست حتى لو ما نجحش فخلاص انا مش عايز لكن لما حصل كده وتعبت بقيت حتى لو فشلت انا متمسك بحلمي ان انا ضيعت وقت كبير وتعبت وقت كده مش هرميه كده لكن لو كانت عمليتي سهله لا كان هيحصل هو قال عليه فعلا فقدام دي هو عمل دي بصراحه يعني هو لا كان في حاجه طب انت بالنسبه لك لو كان حصل اللي هو قاله لو كان انتج لكم الالبوم وكان الالبوم نجح وكسر الدنيا والناس قالت ده الولد اللي باباه انتج له بس بعد كده موهبتك هي اللي اثبتت وجودك ايزي كوم ايزي جو يعني كنت اتخلى عن حلمي مع ده اول ده بتقوله عشان تريح نفسك تجاهه ولا علشان اصلا مفيش حد بينجح على طول عليه. يعني حتى لو كان نجح اول البوم مع اول حاجه تانيه هتعرض لها خلاص اي لوز انترست دي حاجات سهله جدا لكن لو انت مثلا تعبتي عشان شخص معين او تعبتي عشان تجيبي بيت معين او عندك عايزه تعيشي معينه بس بجد تعبتي عشانها هتحافظي عليها ولو حصل فيها حاجه هتشوفي ازاي تصلحيها ممكن حد يعمل كل حاجه صح وربنا مش رايد نجاح اكيد ببساطه شديده عشان كده وانا بعمل مزيكا او بعمل اغنيه انا ما بقعدش افكر هي دي هتعجب الناس ولا لا اهم حاجه تكون عاجبني انا ليه عشان لا قدر الله لو نزلت فشلت ابقى تيس احس ان عملت حاجه انا راضي عنها بس ما نجحتش مع الناس لكن لو عملت حاجه غصب عني اتفرض عليا مثلا اغنيه من منتج غصب عني ونجحت جدا بفضل مش معجب بيها لان هي ما كانتش اختياري وده حصل لي على فكره يعني في اول اغنيه غنيتها لسه دي مثلا مش من الاغاني اللي بحبها خالص ومش ذوقي ونجحت جدا لحد النهارده انا في حاجه بيني وبينها مع ان هي لما اقول كده يقول لك ازاي هي دي فتحت الخير عليك انت كنت تحبها اقول لهم لا عشان انا ما اخترتهاش انا اتفرضت عليا اكتر حاجه ممكن حسام حبيبي يحتاج يلبس قناع عشان يخبيها لو لا قدر الله عندي مشكله وحسيت ان انا حكيتها لامي مثلا لا قدر الله مثلا عندي مرض او عندي حاجه مثلا لو هي عرفتها هتتاثر جامد هنا ممكن البس قناع ما اوريهاش ان انا عندي الحكايه عندي مشكله كبيره مثلا هي لو عرفتها هتنهار انا بدي مثلا بامي دايما عشان امي ثوابت في الحياه يعني ربنا اديته طول العمر يعني فاحس في اللحظه دي بحس انه واجب عليا البس القناع ده مع ان انا لما كان بيجي لي بانيك اتاكس ما كنتش برتاح لما اكلم امي ماما انا تعبان حاسس بكذا بس هي التالت اوبتيني لما كبر هي تكبر وانا كبرت حسيت انه لا ما ينفعش بقى تشيلها همك اكتر من كده فابتديت اتحول انه لا بالعكس لما يحصل لي مشكله اخبيها تماما والبس قناع اكن مفيش حاجه حصلت خوفا عليها فاعتقد مع حبيبتك ايه الشيء او الشعور اللي ممكن تلبس قناع عشان تخبيه عنها؟ لو حسيت ان هي حست بحبي قوي وابتدى يبقى الموضوع فور جرانتد امر مكتسب ممكن البس قناع ان انا خلي بالك هسيبك عشان احسسها وده مش حقيقي عشان ابتدي احسسها انه لا هي مفيش حاجه دايما لازم تعملي مجهود عشان الحب ده يستمر بس ما اعرفش برضه في الاخر ومع بقيه الناس حواليك لا ما بلبس قناع انت قلت مره انك خجول جدا وتلقائي وللاسف شغلانتنا ما ينفعش فيها ده في شغلانتنا لازم تلبس اقنعة ولازم تبدل اقنعة عشان تعرف تعيش وتتعامل مع لا الناس لا انا خجول بس مش تلقائي
انا بفكر في كلامي قبل ما اقول، بفكر كتير كمان. ممكن الا لو عصبي، عصبيتي ساعات ممكن تخليني كلام ما اقصدوش. انا قلت ان شغلانتنا بتحتاج نوع من انواع التنازلات، ممكن يبقى منها ان انا البس قناع في وقت معين باني ابين اللي قدامي مثلا ان انا بحبه، او الله ايه الاغنيه الحلوه اللي انت جايبها لي دي. لا ما بعملش كده، بقول له ان الاغنيه مش عجباني وهعملها، بس هي مسؤوليتك في نجاحها او في فشلها. مثلا بديكي مثلا، نجحت في اختيارك، فشلت في اختيارك، وانا بعملها عشان خاطر ارضيك. فبقيت بكمبرومايز بطريقه ثانيه، بقيت بتنازل بطريقه ثانيه، مش بتنازل بطريقه تجرح كرامتي او تقلل مني. احس فيها ان انا كذاب، ضحكت ليه عشان اوصل لحاجه بعديها عايز اوصل لها. فلا انا ما بعملش كده، وده يمكن هو ده اللي بيخليني بطيء قوي في شغلي وبعيد قوي في شغلي. بس لما كبرت برضه دلوقتي وحسيت ان العمر بيجري، لقيت انه لا، طب انت ما حققتش متعتك. انا كان نفسي يبقى عندي مثلا 500 اغنيه. غنى ولا تلحين؟ لا غنى. انا اصلا في الاول كنت نفسي اغني، ما كنتش موضوع التلحين ده، انا كنت بالصدفه. هو تلحين نزل الاول على فكره باي ذا واي، بس هي صدفه وناجح جدا. هي صدفه فظيعه. انا كنت بعمل اول البوم ليا، وكانت اليسا في نفس الشركه بتاعتي، ومنتج بتاعنا واحد. لما عملت عيشانك، عملت عيشانك، فالناس افتكرت ان انا بدات ملحن. لا، انا كان حلمي ان انا اغني مش الحن. والالحان بالذات عيشانك وليلادي من انجح الاغنيات لاليسا وعمرو دياب. انا كنت مع عمرو دياب في الالبوم، ودي طبعا محافظ القاب يعني. وبصراحه عمل حاجه انا استغربتها جدا لما كتب لي شكر خاص. انا كلمته تقول ليه؟ ليه؟ انا طبعا كنت طاير من السعاده، لان هي ما اعتقدش ان هي حصلت قبل كده، بس يعني ليه؟ رد عليا رد بصراحه احترمته جدا جدا جدا. قال لي كفايه ان انت كنت تيجي تحضر معايا وتتعب وتروح، وهو اعتبر ده نوع من انواع التعب. ممكن يحصل غيرة فنية لو مطرب بيشتغل مع ملحن عايز يبقى مطرب؟ لا. او ممكن يفقد الثقة شوية؟ خالص. انا شايف ان المزيكا مش حكر على حد مثلا. ده وجهة نظرك انت، انا بتكلم عن المطربين اللي ممكن حسام حبيبي لحن لهم. بس انا ما قابلتهاش ان هم كلهم عارفين ان انا هدف مش تلحين. بس انا هقول لك، والالحان اللي لحنتها كلها انا عمري ما خدت عنها اجر، كلها بتبقى كده يعني صحوبية. كلها بتبقى صحوبية. فانا شايف اولا يعني انا امبارح كنت بسمع اغاني ناس، يعني اغاني دي لناس زملائي يعني، حسيت ان انا عايز اغني الاغاني تاني كفرز. ده اغانيهم. عايز تغني لمين؟ بصراحة، بس طبعا اخاف اجننهم يعني. نفسي اغني مثلا لعبد الحليم، نفسي اغني لشيرين. وفي ايه اكتر اغنية تحب تغنيها لشيرين؟ سألتني السؤال ده على فكرة بنتها. قلت لها صعب جدا، صعب قوي اختار ايه يعني، من كتر ما زي ما بقول لك عندها. اختار واحدة. صعب. اختار صعب واحدة. صعب. اصل لو اخترت دي هرجع. بصي يعني مرة كنت لو في حزني قوي، بس هي ما بقدرش اسمعها اصلا. انا مش هفضل كده على طول مثلا. نفسي اغنيها مش بس عشان هي اغنية حلوة. انا نفسي اقول كده في وقت من الاوقات من زعلي، زهقت من نفسي. انا مش هفضل كده على طول، مش هستنى العمر يعدي. انا مش هسكت، لازم اقول قد ما باخد قد ما هدي. فدي شخصيتي فعلا. انا مونولوج التحول. ايه نقطه التحول الكبرى في حياه حسام حبيب؟ نقطه التحول الكبرى اعتقد انفصال اهلي. طبعا سبب لي مشاكل. اكبر نقطه تحول في حياتك؟ طبعا سبب لي مشاكل عايشه معايا لحد دلوقتي، مشاكل لسه بعاني منها وبتغلطني في حق نفسي وفي حق غيري. وعلى فكره غلط غير مقصود يعني. انا عمري في حياتي الحمد لله ما فكرت، اكيد اذيت ناس في مشاعرهم او في حاجه من غير مقصود. واتقالت لي قبل كده على فكره، انت ليه بتاذي الناس القريبين؟ بس انا برضه كنت لسه صغير. انت ليه بتاذي الناس القريبين منك؟ فقلت لهم يعني ايه؟ انا هاذي مثلا امي؟ قالوا لي ما انت مثلا لما يجي عيد ميلادها مثلا، ما انا بقول باي مثل ده، ما تقولهاش كل سنه وانت طيبه، عشان انت معتمد على ان هي عارفه قد ايه انت بتحبها، وانك مش محتاج تقول لها كل سنه طيبه. ده خسرني حاجات كتير. انا اكتشفت ان في حاجات كتير لازم تتقال بصوت عالي، وافعال لازم تتعمل عشان اللي قدامك يفضل عارف وفاكر انك بتحبيه حتى لو كانت ام. حسام حبيب، انا بحب الحب جدا. بحب ان انا احب. الشعور ده بالنسبه لي هو الاكسسي. ده الحب ده اسمى واحلى وألذ حاجة في الدنيا. أحلى متعة بالنسبة لي الحب. بستمتع بيه، أنا بستمتع بيه بجد. يعني مش بمتع بيه اللي قدامي، لا أنا بستمتع بيه. لما أحب، فأنا بحب الحب جدا طبعًا. طبعًا. محظوظ في الحب ولا لأ؟ لأ. لأ، مش حاسس إن أنا محظوظ في الحب، لأن زي ما قلت لك في الأول، اللي بيختار بقلبه ما بيفكرش.
من البدايات للصراعات مع حسام حبيب. ايوه الخوف ده حاجه وحشه قوي. ارتباطي بالشيء من حد النهارده هو ارتباط صداقه، تحس اني صاحبك الولد مش البنت. وجدعه الست دي هي القصه بتاعتي. الست دي تبعتني شين، اول بني ادمه اتجوزها واعيش معاها. علاقتكم وصلت للحته اللي يتقال عليها توكسيك. غضبها ممكن يكون اشرس من الراجل، يعني شين هي شيرين قبل حسام وبعد حسام. طب ايه اللي طلعها تقول كنت عامله زي الفار في مصيده؟ غضب. بس هي نزلت لتحت يا حسام. مراتي لو فنانه، لو قاعده في البيت، لو بتشتغل اي شغلانه بسيطه في الدنيا، هي تاج على راسي. انا عمري ما خدت مليم من شغل الشين. انا ما يهمنيش الناس.